يا الله عيني فيك. عم بغسل واضح انه مرة ثقيلة، بس الله يشوف ايش فيه. طبعا جربت موقع جديد اسمه تيلي، في ازعاج بس اوكي، انه ما في الحين صراحة الضوء كويس بس اوكي صح. طبعا ميلادي بعد كم يوم، ف لا اول شيء اطلعها واحدة واحدة صح، لا ارميها، لا اطلعها واحدة واحدة ارميها، لا 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 واحدة واحدة، قررت اني اشوفها واحدة واحدة. ف ليتس جو. قماشها مرة حلو بس مرة كبير، بس كنا نحاول حلو بس من هنا مرة كبير، بس بعدين نجربه في اللبس ونشوف، ما ادري واضح ولا لا. كمان قماش شتوي او خريف انه مو صيفي، مرة حبيت هذه. كمان ياي اللاي مرة حلوة، لا انا ما توقعت تكون كذا، مستحيل حلوة والله مرة حلوة. كمان قماشها حلو، شفتهم احطهم هنا، شوف الشرابات كيف شكلها، حبيت كيوت، انا طلبته عشان هذا الشكل مرة حبته، ذيك كمان مرة كيوت. صحيح اكتشفت اني كمان طالبة شرابات، واضح اني مشكية. لا حبيت اشكالهم من فوق كذا واضح، الوان ما شاء الله كثيرة مرة حبيت. كمان لا حلو، انا بس شفت قماشة من فوق فكرت نفس القماشة، من جوا حلو مرة خفيف، حبيت مبرر ازعاج بس اتس اوكي. يعني صراحة ما في ضوء حلو الا ضوء الشمس، اضاءة الشمس حلوة غيره ما في. ده مرة حلو، اختيار موفق. لونه حلو ما ادري اذا واضح، بس لونه مرة حلو. كمان قماشته حلو، انه القماش اللي تتمدد. كمان عندي اني مرة حبيت شكله كيوت، فعلا كيوت. ياي مرة كيوت. كمان حلت لوفر، ماشي ما حلوة ابدا، لا 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 ما حبيت هذه القماشة اللي فيها كذا ابدا ما حبيت، بس انا شكله مرة عاجبني كان، بس لا ما حبيت القماش. ممكن نرجع ده اذا في استرجاع، ممكن نرجع خذ ذي. طبعا والله هذه
نفس الكروت بس مش انا ممكن اعرف فيها بس قلت يا اخذ هذه وشوف سوف تطلع نفس المقاس بس ما احسه كبيره دقيقه نشوف المقاس كبيره بس شويه يعني لو اخذت مقاس اصغر احسن مو كلهم نفس الشكل اللي كذا لا واحده كذا واحده كذا بس مره كيوت مره حلوه ده اللي قصدي لما قلت انه شويه كبيره لو اخذت مقاس اصغر كانت بتكون حلوه بس حتى لو مره كيوت كيوت ما في اتمنى قماشها يطلع حلو ولا صراحة تجرح قلبي لا 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 قلبي انجرح انا باقي ما طلعتها يا مرة كانت حلوة قماشها ابدا مو حلو يا ليش يعني كشكل اوكي بس قماشتها ابدا لا ما حبيت شكلها حلو ما ادري ايش ذا بس عرفته عرفته قماشة ناعمة جدا ناعمة لبس مرة كيوت قصيرة شوي مرة حبيت يقولكم كذا كذا كمان بس كيوت مرة نكمل اي تيشيرت عادي قماشته حلوة بس نقعني عادية يعني مو حلوة حلوة بس ليش كذا ايش ذا مربع لا والله مربع لا مستطيل اقصد ايش فيه قماش حلو بس كبيره في احد يلبس مستطيل مستحيل الا انا متحمسه ده. ان شاء الله يطلع حلو بعدها بدي اسوي ميوت للشارع قماشة شتوية ياي حبيت يصير مرة حلو مرة حلو أكمام واسعة ياي مرة حبيت ما أدري المشكلة إذا واضح كويس أو لا أتمنى يكون واضح حبيت والله بعد ناعمة شوي تكون كذا شيء تقريبا شكلها نعتمد بالشتاء طبعا أهم شيء الكاروهات الكاروهات أهم شيء إن شاء الله يطلع قماشة كويس أتمنى في 2024 يجيبون طريقة أسوي فيها ميوت للشارع لأنه مستحيل حبيت كبير بس حلو والله كاروهات حلو حبيت القماشة حلوة القماشة خفيفة بيت بدون كاروهات ما يصلح اخذت ذي حزام ما ادري علاش اخذته بس اخذته يعني يمكن بالمستقبل البسه I like it مرة حبيته أحسه مرة كيوت كذا مرة ناعم كان في أشكال كثير بس مو حسيت ذا حلو اوكي قصيت غرة وبلشت فيها فأقرب حل عشان تمسك له غرة
نحاري شاري خبرة بشاري أنا أحب بالفريش مرة كثير ما شاء الله هذيك شكل هذا شكل ثاني كمان وهذه ثلاثة أربعة خمسة ودي حبيت ديك هني ظفيرة شعر ياي يلا بلبس واحد أخذت شموع بس كلها مكسرة ليش؟ ليه؟ لونها نحاسي بس كلها مكسورة ليش طيب؟ لازم نشتكي عليهم صراحة حرام والله كانت أشكالها مرة حلوة عندهم ذي الفرشة كيف شكلها ثلاثي تجي على الأسنان كاملة فقلت بجربها وأشوف إن شاء الله تكون حلوة يعني هذا واحد شكله مرة كيوت هذا الثاني هذا الثالث بعد كبير شوي بس كيوت هذا شكله حلو كملها هذا حلو بس كبير في كمان ده هذي قالوا ان تسوي مساج رجل طبعا كفر مرة حبيت شكله دي كمان تخلي بداية الشعر بالفوليوم بس نجربها ونشوف كيوت صغيرة كمان اخذت اظافر كمان اخذت نظارة طاحت شكلها من هنا عريضة مرة حابة شكل من قدام مرة حابة حبيت وين أخذت خواتم سوداء طلعت حديد كنت متوقعتها بلاستيك صدق طلعت حديد تخيل أن ده قلم اوكي بس هو مو بقلم الحين كذا شوفوا إضاءة اوكي كذا لاينر بني بعد ميك اب ليه مرة حبيت شفت بعد ما في سبب طبعا على سعره بس كيوت وكذا خلصت انبوكسينج وخليني راح اجربها باي واذا عجبكم الفيديو اكتبوا لي بالكومنت لا تنسون لايك شكرا باي